المهاجرون لم ينسوا الجميل. بعد خيبر أصبحت الدولة الإسلامية أغنى، وتوافر لدى بعض المهاجرين الأوائل مال، فكان أول ما أشرق في نفوسهم رد ذلك الجميل الذي غمرهم به أكرم أهل الأرض الأنصار، الذين شاطروهم بيوتهم وأموالهم وزادهم، فردوا كل ما أخذوه منهم. حتى قال الفتى أنس لما فرغ صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. كانت نساء الأنصار ينافسن رجالهم سخاء، فهذه أم أنس تمنح قائد الدولة صلى الله عليه وسلم عددا من النخيل، فإذا به يمنحها لامرأة من شعبه، هي أم أيمن. وبعد خيبر عادت النخلات لأم سليم، حيث يقول ابنها أنس: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه. اتسعت مساحة الدولة الإسلامية لتشمل المدينة وخيبر وما بينهما، وزادت كمية الطعام قليلا، حتى قالت زوجة القائد صلى الله عليه وسلم: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. قالت: قلنا ولم تقل شبعنا. وكما أن الدولة أصبحت أغنى وأكبر، فهي أيضا أصبحت أقوى وأعداؤها أضعف، فيهود قد قلمت أظفارهم، وقريش قد حيدت بمعاهدة الحديبية، مما جعل بقية الوثنيين في منطقة عدام وزن، لأنهم كانوا نسخا مقلدة لقريش، مجرد صدى لأكاذيب طواغيتها وطواغيت يهود. استخفوهم فشاركوهم القتال والحصار على مدى 7 سنوات دون مبرر، ورطتهم قريش ثم تركتهم في وضع لا يحسدون عليه. أصبحوا ينتظرون سقوط قريش أو سقوط محمد لينضموا إلى المنتصر منهما، لكن القائد صلى الله عليه وسلم لا يريد لدولته أن تبقى في حالة قلق، وعلى الوثنيين تحديد موقفهم منذ الآن، فقد رموه بقوس واحدة، لذا بدأ بمن خانه وغدر به دون مبرر. بدأ بالقوم المجرمين الذين أكرمهم صلى الله عليه وسلم وداواهم، فلما شفوا فقأوا أعين الرجل المكلف بتمريضهم وإطعامهم وإكرامهم وقتلوه، وسرقوا إبل الدولة المخصصة للفقراء. لم يهاجمهم صلى الله عليه وسلم ولم يفجأهم، وهو قادر وهم يستحقون، لكنه بعث لهم وبعث لغيرهم رسالة تحمل الكثير، تحمل الكثير من الأمن والسلام والمصالحة. قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله لبني زهير بن أقيش: إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي والصفي، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. فكيف كان رد الوثنيين؟